بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، احمد الله سبحانه وتعالى جمعنا في هذا المكان، واساله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان ان يجمعنا في الفردوس الاعلى في الجنه. اخواننا، يعني الكلمة الله أعلم تكون في قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه سبيلي. السبيل والطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى طريق واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح. والطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق واحد، وعادة الطريق المستقيم هو الذي يعني يكون أقرب طريق. الحق سبحان الله، الحق طريق واحد ويكون مستقيم. الباطل لا يمكن أن تجد أحد من أهل الباطل يمشي على الطريق المستقيم، لابد يأتي شيء عن اليمين وعن اليسار. ولهذا قال عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في استراق السمع، قال سفيان رحمه الله يقول: فوصفه سفيان، لأنه يترادفون الآن لسماع الكلمة من السماء، فقال فوصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. لماذا يعني الآن عند استراق السمع هؤلاء يعني ما يصعد في خط مستقيم؟ لماذا؟ أطلب لماذا؟ لأنه على الباطل. سبحان الله، الباطل ما يمكن يكون مستقيم. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رسم البيان في التبليغ، وضع خط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولهذا يعني اليوم يقال عندنا: كن سلفيا على الجادة. يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام جاد في هذا الأمر، ما عرف عليه الصلاة والسلام يعني لا الراحة ولا هذه الأمور الدنيا. وعلى هذا سار السلف، منهم مثلا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كل حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلها جد واجتهاد، لم يسمع قط في مجلس من مجالس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى غيبة أو نميمة أو حديث عن الدنيا. كان الرجل إذا جاء إلى مجلس من مجالس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إذا جاء يتذكر الآخر، دخل المجلس يتذكر الآخرة، يعني ينسى الدنيا. قل هذه سبيلي أدعو إلى من؟ قال إلى الله. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط الدعوة، الإخلاص. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن كثيرا من الناس لو دعا فهو يدعو لنفسه، حتى يقال عنه داعية ويكتب وكذا. صحيح ومعروف هذا، وأنت تسمع الآن يعني أحيانا وترى، الله المستعان، يعني ترى من يكتب أنه مثلا العالم العلامة كذا كذا، هو يكتب لنفسه. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى مفتي المملكة، يقال الله أعلم أنه يوم من الأيام لديه يعني إشكال أكرمكم الله في دورة المياه، واتصل قال لمن لديه في المكتب اتصل على فلان اللي يعمل في السباكة، فاتصل عليه رد هذا في المحل، فردها قال الله يرضى عنك يا فلان تجيني اليوم البيت وتصلح لي السباكة. قالت من؟ قال أنا محمد. قال من محمد؟ قال محمد إبراهيم. قال ما أعرفه. قال يا شيخ محمد 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 إبراهيم. قال ما عرفته. قال محمد بن إبراهيم. قال تقول من؟ أغلق الهاتف. قال اللي يقال عني المفتي. قال آه الشيخ
بن عثيمين رحمه الله في التسجيل نوع الدور قال فضيلة الشيخ قال تعيد التسجيل ألغي كذا. هؤلاء إخواننا ما أرادوا هذا، ما أرادوا المدح، كانت الدعوة لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. والله أخواننا لو أسأل أي واحد منكم الآن، هل عندنا يوجد صورة واحدة مثلا للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ولحيته السوداء؟ لا، ما أحد عرف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إلا بعده، صارت لحيته كلها بيضاء. كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله يدرس طالب أو طالبين 25 سنة، قرابة 25 سنة، وما عرفوا أحد، عرف بعد أن صارت لحيته بيضاء. هل تغير الدرس من طالبين إلى 2000؟ لا، يقول الطريقة واحد، الجهد واحد، الكلام واحد. دليل على ماذا؟ إخلاص. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى غيره. على بصيرة، سبحان الله، كلمة واحدة على بصيرة. هذه الكلمة فيها كم شرط من شروط الدعوة؟ 3: علم شرعي، والحكمة، ومعرفة حال المدعو. لأن عندنا شروط الدعوة 5 ذكرت في الآية، سبحان الله، الإخلاص والعلم الشرعي والحكمة ومعرفة حال المدعو والصبر، كلها في هذه الآية على بصيرة. 3 شروط. أي نعم. إذا لابد من العلم. لكن إخواننا، يعني هل معنى هذا أننا لا ندعو إلى الله إلا بعد مثلا أن تأخذ شهادة أو كذا؟ الذي تثق منه 100%، لا تشك فيه 1% ولا طرفة عين، هذا لابد تدعو إليه. تشك 1% لا تتكلم. الفتوى لأهل العلم، كبار العلماء، الإفتاء، المحاكم، هؤلاء هم لديهم الفتوى والحكم. أما نحن الآن، لماذا لا ندعو إلى الله أخوانا؟ هل نشك في التوحيد؟ لا طبعا، نشك في التوحيد كافر. إذا لماذا لا ندعو للتوحيد؟ لماذا لا نعلم الناس الشيء الذي تثق منه؟ يا أخي علمه غيرك، ولا تشك فيه لا تتكلم. إذا هذا معنى على بصيرة. طيب، وعلى بصيرة قلنا العلم الشرعي، الثاني معرفة حال المدعو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يهود، نصارى، لديهم كتب منزلة من السماء، توراة، إنجيل، لديهم حجج، لديهم شبهات، علم، ماذا تصنع؟ ناظرهم، ناقشهم، تكلم عليهم، أذكر ما هم عليه من ضلال وكذا؟ لا، قال ليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، توحيد أول شيء في الدعوة. وأسهل طريقة في دعوة الكفار، في دعوة الخوارج، في دعوة أهل الضلال، التوحيد. ليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإن هم أطاعوك، سبحان الله، يعني معنى هذا أنه يبقى معهم، ما يتركهم، صح؟ أي نعم، يعني الدعوة ليست مثل ما يقول بعض الناس، يعني يبغى يروح أفريقيا مثلا أو يوم ويومين، ما يصلح هذا. الآن دخل يريد تعلم، لو تتركه إشكال، الآن أدخلته وما يصنع شيء. والله التقينا ببعض الطلاب في الجامعة الإسلامية، هؤلاء يعني من الأقليات في أفريقيا، يعني الدول اللي فيها أقليات في المسلمين مثلا 1%، أحيانا 0.5%، عرفت؟ فهؤلاء اجتمعنا التقينا بهم، وهذا الأخ اللي يعني دعاني لهذا الاجتماع بهؤلاء الشباب أراد يعني ترى أني أرى هذا المسألة. قال للأول، قال أنت متى أسلمت؟ قال أنا أسلمت
قبل 10 سنوات. قال عندما أسلمت متى بدأت تصلي؟ واحد منهم قال بعد 3 سنوات، واحد قال بعد 5 سنوات، أقل واحد والله قال لي بعد سنة بدأت أصلي. السبب الذي كان سبب في إسلامي أخو الشقيق. أخو الشقيق ما يصلي، هذا صلى قبله وهذا كان سبب في إسلامي. لذلك إخواننا يعني البعض أظن أن الدعوة يعني لا تحتاج إلى صبر، لا تحتاج إلى جهد، إلى بقاء. عندنا بعض الدكاترة منهم الشيخ حفظ الله الشيخ محمد بخيت الحجيري. الشيخ محمد بخيت يبقى شهر كامل في المنطقة ويضع طالب في المنطقة ويعطيك كفالة سنة يبقى في المنطقة إمام ومعلم له حتى تبقى المنطقة ما ترجع إلى الكفر. معرفة حال المدعو لابد. ثم الحكمة في الدعوة. يعني الآن عندنا بعض الناس يعني لا يعرف كيف يعني يبدأ، ماذا يخاطب الكافر، كيف يخاطب هذا، إيش يقدم، إيش يؤخر، قد يفسد أحيانا. الضحك ابن مزاحم رحمه الله جاء إليه نصراني وقال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر، يعني ما الذي يمنع من الدخول في الإسلام؟ حب الخمر، يعني أنه أسلم. لو أسلم يمنع من الخمر. فقال له الضحاك أسلم وإن شئت أشرب الخمر إن شئت. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسوله، انتهى الإشكال. فقال له الضحاك رحمه الله قال أنت الآن مسلم، رجعت عن الدين قتلناك وشربت الخمر جلدناك. بعض الكفار اليوم يمنع من الدخول في الإسلام الختان، لأنه خاطب الختان وكذا وممكن تمرض وكذا وتعرف أمور. من يخاطبك بالختان؟ من قال لك أنه يجب عليك الختان؟ يعني الآن مسلم غير مختتن أحسن من كافر مختتن، صحيح؟ أي نعم. المرأة الشيخ العديمي رحمه الله يقولها، يقول ما تخاطب المرأة الكافرة عن الحجاب أصلا، يقول إذا أسلمت شرح الله صدرها. هذه أيضا من الحكمة في الدعوة. ليس معنى هذا أننا نداهن، لا، لكن تسير. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فبعض الناس عندما تقول له حكمة هو يفهم الحكمة يعني ترك الدين. لا، حكمة يعني وسطية، الوسطية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، في التعامل، في كذا. إذا أخواننا يعني سبحان الله، آية واحدة جمعت شروط الدعوة الخمسة: الإخلاص، العلم الشرعي، معرفة حال المدعو، الحكمة، الصبر. لابد يصبر. بعض الناس يعني سبحان الله يتعرض لموقف بسيط يمكن ترك الدعوة ورجع. تعرف ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بدأ دعوة الناس، حصل ما حصل، هذه لم تصد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الطريق، ظل عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله ويجعل الله. فبعض الدعاة يظن أن الدعوة إلى الله هذا الطريق مفروش يعني بالورود وطريق ما شاء الله، ولا يدري أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ساروا هذا الطريق ولحقهم ألحقهم من ألم. ثم يعني الناس الآن إذا رأوا منك الصبر، حسن الخلق، هذا يؤثر فيهم إخواننا. نعم، إذا كان طالب علم لا يصبر، طالب علم ليس لديه حسن خلق، إذا من الذي لديه؟ كيف نتعلم نحن الآن إخواننا؟ فهذه المسائل مهمة جدا نتربى. يمكن أن نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظن السيرة قصص، يعني نسمع حكايات. سبحان الله، هذا الذي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد من تدبر، تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى
في عندما أراد أن يكتب في السيرة كتب في السيرة، لكن بدأ يذكر الفوائد المستنبطة من السيرة النبوية. هذا المطلوب الآن، مطلوب منا أن ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم كنا نتكلم عن مسألة مثلا خوارج العصر، يعني في القتال، في الجهاد، في كذا، هذه المسائل. طيب، منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد إلى أن توفاه الله، كم عدد القتلى؟ من يعرف؟ تقريبا بعض العلماء يقول ما تجاوز 1000 منذ أن بعث إلى أن توفاه الله. نعم، 1000 يا رجل في ثانية في الحرب العالمية، هؤلاء يمكن يقتل أكثر من 1000 في ثانية. لم يقتل، لم يسجل في القتلى مرة، طفل واحد لم يسجل، هذا لم يسجل، مريض، أعمى، عابد، لم يسجل هذا في القتلى. اليوم أنت تسمع وترى بعينك، يعني أول من يقتل هؤلاء الصغار والنساء، وتسمع يعني هم، هل هؤلاء عرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. قال ولا تقتلوا وليدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيشه سريع أوصاه بتقوى الله،